شوف، هذه رساله موجهه للنخبه السياسيه الكل. مانيش باش نذكر الاسماء ومانيش باش نذكر الاشخاص. رانا ما عادش نرضاو بهالكلام الفارغ هذايا وبهالوعود الزائفه اذا باش تخدموا تونس وباش توقفوا لتونس مرحبا بكم. ولا موش باش يخدم تونس بثقه وبضمير باش يوقف للبلاد هذيا، رانا باش نعاقبوه بالصندوق، حبه من حبه وكرهه من كره. ولهذا نعاود نقولها ونكررها، رانا الشعب التونسي واعي، وصل لدرجة من الوعي ما يكفيه ما يختار الإنسان المناسب في المكان المناسب. الوعود الزائفة ما عادش تنطلي على المواطن التونسي، وبالأخص على المناطق الداخلية، على نقص التنمية ومناسينها وكما نقولوا معناها مهضومة كليا من جميع المجالات، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، معناها لا تتصوروا في بالك. ولهذا احنا توا ما عادش باش نرضاو، باش نوقفوا على حقنا وباش نطالبوا بحقنا، وكل إنسان موجود في موقع القرار يتحمل مسؤوليته، ورانا باش نوقفوا له من هنا فصاعدا، باش نوقفوا له بالطرق القانونيه، ديما نتحثوا ديما بالطرق القانونيه. ولا يحبش يخدم تونس مرحبا به. شكرا. الله.